الاخوان، مرحبا بكم معايا في الجزء الثاني من الرحله ديالي المرزوقه. كما شفتوا معايا في الفيديو الاول الصعوبات اللي كنت لقيت في الرمله وفاش حل لي الموتور وما قديتش نخرجو. في الفيديو ان شاء الله غنشوفوا كيفاش خرجت الموتور وكيفاش غنطلع لاعلى قمه في مرزوقه، هادشي غنكتشفوا من بعد الانترو. الا مازال ما تفرجتيش في الفيديو الاول رجع كملو عاد جيت تفرج هذا. تهني معايا عافية فتحوني مية قبل عليا قلت كاجي نجرب الافراد نجرب الرملة واش غنجي نجرب الرملة. الله ماكشي سيدي ومولاي الله طلعتي على درعنا ويلي غندوز وغنطلع لهنا راه مازال ويلي 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 عارف انا فيني تزكع من هنايا مشيت تخرج ليه وين بخوتي اللي بغاه الموتور هو هنايا في رمله مرزوقه فشي بلاصه عرفتش فين. واو كاين شي مساعده هنا تموت هنايا كاينش العقل عليك تزيد في عقلها مازال ما بعدتش بزاف. اول حاجه غنحيد هاد الحويجات المعركين هذا صورني مت تبغى ياكلني. فهاد اللحظة سخفني الموتور وقلت أنا نقص عليا شوية الحوايج والشكارة اللي كتهز مولا داري قلت أنا نعلقها في الموتور وكان هذا هو أكبر غلط غادي نرتكب هاد النهار. هذا نفس الشر وهذا شوية وربي غيجيب التيسير. شوفي شي عويد قاسح دابا فشيت لها الروايد حسيت بها تتجاوب شي شويه طلعتها بالعين هاد الطلعه هادي الروضه اللورانيه سهله تجر ندورها من هنا شو اللي دايره الوجه لهاد الجهه تما كسيري وبرك هكا ان شاء الله غتزيد ان شاء الله باذن الله غيزيد. كنظن اخوتي بلي نتوما عرفتو علاش الموتور كنحصل في الرمله وما كيبغيش يزيد والبنو غير كيبقى يحفر في بلاصتو حيت لابريسيو ديال الريح كانت مازال طالعه. واخا كنا نقصناهم في الفيديو اللي فات الى عقلتو مي مازال ما نقصناش داك قد داكشي اللي خصنا نقصو وما في الرمله ماكسيموم ما خصوش يكونوا فايتين كيلو. رايد هذيك كانوا فشوشين بزاف كانوا منفوخين بزاف شو مشكل زعمت زعمت بزاف زعمت بزاف دابا كان ندير نوقفوه نهبطو لهاد التحت هذا هكا غيهبط ان شاء الله. Oof.
واش تقولوا لي غتعيش بيا هذا الشيء؟ دخلنا عليكم بالله. دوزيام اخوتي باش نقلعوا في الرمله، حيت بروميا غتحفر. نالي داو دحمد هانية هانية تليفون وكلي ترملا كلي ترملا اخوتي وي كنت عارف لحظة الاخرى فين زدت كان عياشي بحالي كان عياشي بحالي قاتل على الرويد اخوتي ما تجمعش الرويد كنز داك كنبغي كنز قال لي في شي بلاصه بحال دابا جاب الله ماشي شي قلت عليا الموتور دابا راه كنهرسني تاع عليك 200 كيلو صعيبه كنت باش احسن حاجه تبقى تبع الرويد تقش غادي غير على الله كما قلت انا كندير انا مبتدئ ما نكذب عليكم انا مبتدئ داكشي باش درت هكا هما ماشي هذه هي الخدمه زعما خاصني نزيد انا غادي دابا قاس حدا بهادي حدا بهادي مره اخرى ما غاتعاودش ديرها فيا درت لي الراس من الخطا يتعلم الانسان دابا قاس كنمضغ في الرمله هنايا ويلي هادشي عمر لي بالرمله خوتي كان هذا اول نهار ديالي في الرمله بالدينيري اللي درت فيه بزاف ديال الاغلاط اول واحد هو انني ما فشيتش الروايه داكشي علاش دغيا باش كنحصل ثاني غلط هو ما كنتش كنتبع الطريق اللي نورمالمون خصني نمشي معاها كنت كنمشي بشكل عشوائي داكشي باش كنت دغيا تشوفوني ملوح في السماء ثالث غلط هو هذا اللي غتشوفوا قدامكم كان عليا ندوز للدار هو الاول نحط الباجاج عاد نجي ندخل للرمله ولا لاحظتوا اخوتي كنبارطاجي معكم الخيبه والزوينه ماشي الهدف انني نبين راني واعر ولا كنسوق ولا شي حاجه باش الناس اللي غيجيو مورايا لهنايا يستافدوا من الاغلاط اللي درت انا وما يرتكبوهمش عاوتاني هما هذا ما ولا شات لي الشكارة تنقول شنو هادشي تنقول شنو هادشي اخوتي فا 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 قطعت لي الحوايج تفو تفو كنقول شنو هادشي كاس كيطير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشكارة مشات ها الحوايج فيها مشاو ها الأوفرود بغيتي الأوفرود ها الأوفرود ها هو إخوان هذا هو ثاني نهار ديالي في مرزوقة نحاول نطلع لأعلى قمة كاينة هنايا تبعوا معايا باش تشوفوا واش استفدت من الاغلاط ديالي ولا لا فهاد مناطق بحال هكا اللي تكون خاليه من الاحسن ديما عمر البلان ديالك لوكاسيو ديال الماطر هنا على الجد مي كيكون غير كوادات كروسات واقيلا كاين شي واحد مرزوقه مي قالوا لي تيكري غير الكور النصارى ماشي المغاربه فوالا اي فوالا هادي راه بلاصة هنا على بركة الله كنحيد العربية السيارة الأولى دابا راه بالراحة الماء هزينو معانا
ليسانس دايرينو شويه الخيط راكس بداها من البارح على بركة الله الروايض بشوشين شوية الرملة الرملة تنادي يا بسم الله سكننا الله كتقد تحاول تحكم في القيدون مزيان ميشي مرات ما عندكش الحل الا زدت تحكم تاك ترى قلبك شي مرات يولي صافي تبع الموطور واخا انت ما بغيتش تدوز داك الاتجاه صافي دور القيدون وتتبعو شي مرات وخصك تكون عندك ردات الفعل خفيفة باش اي لحظة تحس الموطور تيديرها ولا ها تمشي معاه والله الا من اصعب ما كاين اخوتي هي الرملة وصك ما تبقاش تزيد من راسك تبغي تطلع شي بلاصة حدو هذا قاش بغا يزيد وار 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 شنو نطلعش بو نطلعش هادي يمكنش هادي شنو نجيب الدورة من هنا نهبط 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 انا طاير الجهدون من هنا طلعني شان ان شاء الله المهم اللي قديت عليه هو هذاك ما قديتش الغالب الله المهم تما درت جهد اخرى قاصحه ميتة قاصحه والله واخيرا وصلنا للقمه قمه اللي من الصغر وانا كنحلم باش نطلع ليها بشي موطور قمه اللي خصك جوج سوايع على بغيتي تطلع على رجلي تطلب موطور اللي وزن 200 كيلو ماشي كروس وماشي كواد ماشي سهله اخوتي حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا ما تنساوش الفيديو الجاي تتم ديال الرحله السيمانه الجايه ان شاء الله وخليو شي لايك شي كومونتير ولماذا تابوني ديالها في انستغرام ديالي وتصلاو بيس